بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الأعزاء، طلاب ثانوية دار الثقافة فيزياء 2، أهلا بكم لاستكمال باقي موضوعات الدرس الثاني حفظ الزخم. اليوم بنتابع يا شباب مع موضوع الارتداد، واحد من الموضوعات المهمة تطبيقا على قانون حفظ الزخم، وممكن نعتبره حالة خاصة من القانون. لكن قبل ما نبدأ فيه نحاول برضو نزود فهمنا لتطبيقات قانون حفظ الزخم نظرا لأهميتها بمزيد من الأمثلة. خدنا مثالين الحصة الماضية، واليوم إن شاء الله بنتدرب على مثالين تانيين. اصطدمت رصاصة كتلتها 35 جرام، لازم تبقى فاهم إن لابد يتحول إلى كيلوغرام عشان تبقى الكتلة من نفس النوع، الكتلة التانية بالكيلوغرام، والوحدة قياس الكتلة طبعا كيلوغرام. طالب هيقول لي ازاي احول من جرام لكيلو جرام؟ اقول له احنا بنضرب في 10 اس سالب 3 او نقسم على 1000 كما سبق ان درست في فيزياء 1. فاستقرت فيها، فاذا تحركت قطعة الخشب والرصاصة معا، ادي حالة التحام، وكانت الخشبة ساكنة بسرعة 8.6، فما السرعة الابتدائية للرصاصة قبل التصادم؟ هي نفس الامثلة السابقة يا شباب، ولكن المطلوب اختلف. هنا اديت لك انا السرعه النهائيه وطلبت السرعه الابتدائيه للرصاصه. كان في الامثله الحصه السابقه كنت دايما بطلب السرعه النهائيه بعد الالتحام. اسيبك تفكر ازاي تكتب المعادله وازاي تطلع الناتج اللي هيطلع عندك 1 و2 في 10 اس 3، يعني 1200 متر على الثانيه تقريبا. فهنا احد الطلاب بيقول يبقى ام 1 في 1 للرصاصة زائد صفر اللي هي ام 2 في 2 لان كانت في 2 ساكنة، يساوي ام 1 زائد ام 2 في التحام، ام 1 للرصاصة ام 2 للخشب، بعد طبعا تحويل الكتلة دي في اف سرعة مشتركة، واللي مطلوب هيبقى مين يا شباب؟ هيبقى في 1 للرصاصة. نشوف الحل بالتفصيل. تمام، يبقى هنا ام 1 في 1 للرصاصة زائد ام 2 في 2 للخشبة اللي هي تعتبر بصفر، هيساوي الاتنين التحموا مع بعض وسرعة واحدة. أصبحنا بنختصر المعادلة، وقطعة الخشب كانت ساكنة زي ما قال في المسألة. يبقى المطلوب هنا في اي، يبقى نقسم على ام للرصاصة بعد ما نحولها ل كيلوجرام، نقسم على 1000 هتبقى 35 من 1000 زي ما أنت شايف كده. باستخدام الرياضيات هيطلع الناتج عندك 1.2 في 10 أس 3 متر على السن. وزي ما تعودنا يا شباب نحل تاني، وبالورقة والقلم والآلة الحاسبة هتتلاقى المواضيع سهلة إن شاء الله. نشوف المثال ده. تحركت رصاصة كتلتها 35 جرام بسرعة 475 متر على الثانية، تمام، فاصطدمت بكيس من الطحين كتلته 2.5 كيلو جرام موضوع على أرض ملساء في حالة سكون. طب هل التحموا ولا لأ؟ فاخترقت الرصاصة الكيس، لأ مفيش التحام هنا. يبقى هنا هنكتب المعادلة بالشكل العام يا شباب، بس الايه؟ الكيس كان ساكن، وخرجت منه بسرعة 275 ما سرعة الكيس لحظة خروج الرصاصة. مستني منكم ازاي تكتب المعادلة، ومستني ازاي تحل، تمام؟ طب واحد بيقول هنا هنقول ام 1 في 1 للرصاصة زائد ام 2 في 2 للكيس اللي هي هتبقى بصفر، بس هيساوي بعد التصادم؟ بعد التصادم مفيش التحام، فهتبقى ام 1 في 1 بعد التصادم زائد ام 2 في 2 بعد التصادم، السرعتين يختلفوا. تمام يا شباب، وهنشوف الحل بالتفصيل ايضا بعد ما سبتك تفكر. هيطلع الناتج عندك 2.8. اتمنى الطلاب يكونوا جابوا الناتج، خلاص اكتسب مهاره سرعه حل الاسئله من النوع ده، دربنا عليه كتير. وده الحل بالتفصيل. ام 1 في 1 للرصاصة، طبعا هنا عطيها زائد ام 2 في 2 للكيس قبل التصادم، دي بصفر كان ساكن، هنا بقى مفيش التحام، فهتبقى في اف للرصاصة وفي اف للكيس دول مختلفين، نعوض عليهم طبعا هنا اللي مطلوب الفي اف للكيس. تمام يا شباب، يبقى نودي ده بالسالب الناحية التانية، المقدار ده يروح بالسالب طبعا باستخدام الرياضيات الناحية التانية، ونقسم على ام، تمام، وباستخدام الرياضيات هتطلع عندك 2.8 متر على الثانية. اهم حاجة كتبت المعادلة والتعويض يكون مظبوط. يبقى هنا ده الكيس كان ساكن، يبقى الفي اي هنا للكيس بصفر، المقدار ده كله بصفر، هنا مفيش التحام، فتكتب الفي اف هنا تختلف عن الفي اف هنا، والفي اف للكيس هي المطلوبة، يبقى المقدار ده اهو
لانه هنا مجموع يروح هناك بالايه؟ بالسالب. وطبعا الام هنا نقسم الطرفين على الام، او ناخد الام من البسط نوديها الناحيه الثانيه فين؟ في المقام على الكل زي ما احنا شايفين كده. تمام؟ نبدا في موضوع حصه اليوم، واحد من الموضوعات المهمه الارتداد. معنى الارتداد يا شباب ان تكون المجموعه ساكنه قبل التصادم. ينفع؟ اه طبعا ينفع. زي ايه؟ ناخد امثله. زي مثلا طليقه قذيفه تنطلق من مدفع. كانوا قبل التصادم هنا اللي هو الاطلاق. اي كانوا الاثنين ساكنين. تمام؟ يبقى السرعتين المتجهتين تعتمدان على نسبه كتلتي المتزلجين احداهما الى الاخر، لو احنا خدنا مثال متزلجين بداوا من سكون. ونفس القانون، بس طبعا هنا المجموع قبل التصادم يساوي المجموع بعد التصادم، بس بيساوي صفر، لان المجموعه هنا ساكنه قبل التصادم. هنا مهم جدا انك تعرف امثله. يعني ايه؟ يعني امثله على الارتداد مش كتير قوي. زي ما نقول رائده فضاء اندفع من سكون. نظام معزول ومغلق. رجل على قارب انطلق منه من سكون، فتحرك القارب للخلف والرجل للامام. صاروخ يندفع منه غاز، يندفع الغاز الى اسفل والصاروخ الى اعلى. مسدس تنطلق منه طلقه، الطلقه الى الامام. وملاحظين حاجه ان كل هنا في الارتداد المجموعه فعلا قبل التصادم يساوي المجموعه بعد التصادم، قبل التصادم بصفر يبقى بعد التصادم بصفر، بس لازم واحد موجب والتاني سالب لان المقدار ده بصفر. بالفعل دايما اذا القذيفه انطلقت للامام هيبقى المدفع للخلف، الصاروخ طالع فوق هيبقى الغاز الى اسفل. تمام يا شباب؟ يبقى الارتداد ان تكون المجموعه ساكنه قبل التصادم، ودايما هتبقى قدامنا المعادله بالشكل اللي قدامنا، ويبقى مطلوب سرعه الجسم الاول او الثاني اللي انا عايز سرعته هقسم على كتلته، وطبعا الطرف الثاني زي ما هو. نشوف، فدايما هتبقى سرعه الجسم اللي مطلوب هيساوي زخم الجسم الاول على كتله الجسم المطلوب من المعادله اللي قدامك اهي. فتقدر تقول ممكن ناخد مثال مدفع تنطلق منه قذيفه، لو انا عايز صوره المدفع يبقى زخم القذيفه بالسالب على كتله المدفع. صاروخ ينطلق منه غاز، عايز سرعه الصاروخ يبقى زخم القذيفه على او الغاز على كتله الصاروخ. بس هنا الكتله هيبقى فيها طبعا بس فكره بسيطه هنتعرف عليها من خلال المثال. طبعا يبقى الارتداد في الفيزياء وعلم الحركه رده عكسيه تحدث لنظام ساكن في البدايه. زي المدفع عند انطلاق قذيفه منه، او مسدس عند انطلاق رصاصه، ويكون اتجاه الحركه في عكس اتجاه انطلاق القذيفه وتسريعها. ملاحظين بالشكل القذيفه للامام، المدفع للخلف، الطلقه الامام، المسدس للخلف. وانت اكيد بتلاحظ ده وتشوفه حتى من خلال الافلام او حتى انت معلوماتك الشخصيه. ارتداد المتزلجان الزخم الابتدائي لهما يساوي صفر بس، وبعد ويلاحظ ان سرعتين تعتمد على نسبتي كتله المتزلجين. طبعا المتزلج الاتقل هتبقى سرعته بعد الارتداد اقل، لان اكيد سرعه المدفع مش زي سرعه القذيفه، سرعه ارتداد المدفع هتبقى طبعا اقل بكتير، هو بيرتد للخلف بس بسرعه اقل. تمام يا شباب؟ ومرتبط بهذا الموضوع موضوع اسمه الدفع في الفضاء. طبعا دفع الصواريخ، لان احنا قلنا الصاروخ والغاز مثال. بيزود الصاروخ بالوقود والمواد المؤكسده عندما يمتزج الوقود بالمواد المؤكسده او بواسطه تأين ذرات الزنون. ده نوعين من المحركات، يبقى انت لاما بالوقود او بالتأين، ولذلك هيبقى عندنا نوعين من المحركات هنقارن بينهم دلوقتي. فتندفع الغازات تخرج من فوات العادم الى اسفل، فيندفع الصاروخ بسرعه في الاتجاه المضاد الى اعلى. واضح؟ يبقى هنا بنقول الدفع في الفضاء عندي نوعين، احتراق وقود بيبقى محرك نفاث، او عندي تأين زي تأين ذرات الزينون بنسميه محرك ايوني. وواضح الفرق ما بين الاثنين، بين المحرك النفاث والمحرك الايوني. تمام؟ من الدفع في الفضاء يا شباب عندنا نوعين، الدفع الايوني والدفع النفاث او المحرك النفاث. وطبعا هنا اندفاع قوي في زمن قصير، وهنا بيبقى الزمن كبير والقوه اقل. ده هنقارن بينهم بالتفصيل ان شاء الله. يبقى احنا عندنا نوعين من الدفع. يبقى عندي الصاروخ النفاث، نشوف اللي بينتج عنه وطريقه الاندفاع والعمل ومقدار الاندفاع. واضح قدامك الجدول هنا ممتاز في كل حاجه عن
الدفع النفاث والدفع الأيوني، يبقى ينتج عنه ناتج عن تفاعل كيميائية أو مواد كيميائية للوقود داخل حجرة الاحتراق، هنا ناتج عن تأين ذرات الزينون. تندفع الغازات من الخلف بسرعة كبيرة، هنا بالنسبة لطريقة الاندفاع، هنا انطلاق ذرات الزينون وتحركها بسرعة تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة. يعمل محركها لدقائق فترة قصيرة، هنا يعمل المحرك الأيوني يبقى فترة طويلة. يبقى ببساطة كده هنا بيشتغل لفترة قصيرة بقوة كبيرة، هنا فترة طويلة بس بقوة أقل. مقدار الاندفاع، دافع المحرك هنا صغير فيقل الزخم، هنا طبعا دافع المحرك لأن الزمن كان كبير جدا، كبير فيزداد الزخم. تمام. هنحاول من خلال الارتداد أيضا نطبق بمثال نختم به حصة اليوم، وهسيب لك انت أمثلة تتدرب عليها وتشوفها إن شاء الله في الحصص اللي جاية نناقشها مع بعض بإذن الله لو وقف عليك حاجة. هسيبك وقت تقرأ المثال وتفكر إزاي يتحل. بس طبعا هنا لازم في كتلة بالجرام تتحول إلى كيلو، هنقسم على 1000. وفي حاجة تانية، إن كتلة الصاروخ الأربعة كيلو ده هل كان معاه الغاز؟ آه نعم. يبقى لما نيجي بعد التصادم لازم نطرح كتلة الغاز من كتلة الصاروخ اللي قدام، ونطبق على طول. انت المطلوب عندك بعد ما قريت المساله ما سرعه الصاروخ، يبقى اكيد احنا اتفقنا ان انا عايز سرعته اقسم على كتلته، وزخم الغاز يبقى فوق. ده الناتج، تحاول تفكر وتطلع بالناتج اللي قدامك ونشوف هنا الحل تفصيلا. يبقى هنا بنقول السرعه النهائيه للصاروخ بيساوي سالب زخم الوقود على كتله الصاروخ، وتعوض بالشكل اللي قدامك. وليه احنا هنا عوضنا عن كتلة الصاروخ ب 3.95 مش ب 4؟ لان طرحنا منها شباب كتلة الوقود، لان بعد الانطلاق بعد ما الصاروخ بيطلع طبعا الغاز بيندفع الى اسفل، فبعد الانطلاق او بعد التصادم يبقى كتلة الصاروخ نطرح منها كتلة الغاز. بكده بنكون انا انتهيت من حصة اليوم، بسيب لك مثال تفكر فيه للحصة الجاية ان شاء الله، اديك الناتج بتاعه وقدامك اهو، وان شاء الله نناقشه بالتفصيل في الحصة القادمة مع بعض لو في اي شيء وقف معاك ان شاء الله، مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح.